مساء الخير. النهاردة هعرض عليكم قطعة جديدة من تابر وير، وهي الصينية الدوارة. الصينية الدوارة دي صينية دائرية، بس هي من الخلف فيها جزء دائري بيلف كده على رومان بيلي، فبالتالي لو انا بستخدمها مثلا حاطة فيها تورتة، بالذات ان هي علبة التورتة بتدخل، قاعدة علبة التورتة بتدخل جواها بالشكل ده، فانا لو حاطه علبه التورته من الناحيه دي بقدر احط انواع من السلطات، واثناء التقديم على الترابيزه بتتلف بشكل سلس، وبرده لو انا حاطه عليها التورته نفسها بحط القعده بالشكل ده، وبيتغطى جواها برده الغطا بالشكل ده. لو انا عايزه برده بقطع التورته بتسهل اثناء التقطيع من خلال اللف بتاعها. قطعة جميلة نازلة جديد من تابروير.